السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا مقطعنا اليوم راح يكون بطور ليجو، والان راح اعلمكم كيف نطور طاولة التصنيع الى ندرة ماكس ليفل ماكس نعملها، اللي هي ندرة ايبك، هي ندرة ماكس. طبعا تطويرها الناس راح تشوفه صعب، الموارد نحاس ما نحاس، بس الان راح ابسط عليك هالاشياء وكيف تجيبها بكل سهولة. بالاضافة راح اوريكم اماكن الكهوف الصحراوية غير الكهوف العادية. كهوف الصحراء بيكون فيها لافا، هاي الكهوف فيها صخور ما بنلقاها الا فيها، زائد كيف نسوي الجرابلر قدامكم. فهي كل الاشياء راح نسويها بمقطع اليوم ان شاء الله، وراح تفيدكم باللعبة لأن راح تفتح لك أشياء كثير، صندوق كبير وأثاث وأشياء تصنعها. فقبل البداية لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، لا تنسى كود الشوب YZ1DD. ليتس جو. فالآن شو الخطوات اللي راح نسويها عشان نطور آلة الترقية لتطوير الإبك؟ تطوير الإبك صعبة، تحتاج سبيكة نحاس 15 ولوح سبجي 25 وقشرة الوحشيين. هاي الأشياء صعب تجيبها، يعني هاي نحاس بدك تروح على كهف صحراء يكون كهف فيه لافا، واللوح الثاني كمان من نفس المكان، والقشرة من الوحش الكبير. عشان نروح على الكهف نروح على الصحراء، بس لا تنسى انك تسوي هذا الأكس الأزرق، شايف شايفين من فيس كامل؟ لا هذا هو الأزرق، لأنه في صخور داخل الكهف ما بتتكسر إلا فيه. فالأمور جاهزة، إذا ما عرفت كيف تطورها للنادر الأزرق، المقطع السابق بحط لكم رابطه بالتعليق المثبت كيف وصلت لهي المرحلة. فالآن المرحلة اللي احنا فيها هذا نطور للإبك، بدي اسوي لي السيف طويل ونكمل. طبعا قبل ما نفوت على كهف اللافا لانه راح نموت من الحراره، لازم نصنع هاي الاداه اللي هي عصاره. العصاره هاي بتسوي لك مشروب بتخليك 10 دقائق تصمد بالكهف بدون ما تتدمج اتوقع او تموت من الحراره. تحتاج 8 الواح خشب و8 الواح رخامي وعصا جذور العقديه. طب الان نبني العصاره. اوكي نسوي هذا العصير مخفوق حب الثلج، اشرب لتتعافى وتزيد مقاومه الحراره مؤقتا. فبدها 2 توت من توت الثلج، بيكون هون وين منطقة الثلج؟ أنا قريب منها، هاي التوت الأزرق شايفينه؟ العشب الأزرق. وبدها كمان حليب، طب هاي التوت بيكون قريب من المناطق الثلجية شايفينه؟ جمع توت الثلج. طيب هاي البقر بس لا تذبحه، تعمل له ملاطفة، لحاله بعطيك حليب. بدنا كيس واحد أو علبة واحدة، بس أنا بدي أسوي إلي ولصالح المعي. الآن بروح على العصارة، مخفوق حب الثلج شايفينه هذا هو. نسوي كم واحدة؟ نسوي 4 حبات، 1 2 3 4. اخذ الان هذا العصير ما تستخدمه الا داخل كهف اللافا، كهف صحراوي وفي لافا، ما بيكون كهف عادي زي هذول، لا بالصحراء، الصحراء عندي تحت شايفين. طبعا شباب في وحش لازم نذبحه عشان نجيب منه القشور اللي بدهم اياها. فجاه برسمن عندك له علامه، شايفين كيف شكله زي الديناصور بكل مكان برسمن. احسن سلاح معه الاسهم. طيب شباب للاسف ذبحناه، بس شو صار؟ اعطونا اللي بدنا اياها بس رمليه، احنا بدناش رمليه اتوقع، بدنا عاديه. طيب عشان تذبحوا اصلا الرملي او العادي بدك القوس. طبعا في حركه حلوه، انا مخيم بعيد عن الصحراء، فعشان لا يرجعوك على الصحراء لا يرجعوك على المخيم لو متت، ابني سرير هان واعمل له تعيين، ابني سرير لك وخليه هون عشان بس تموت يرجعوك على السرير. لما تخلص مغامرتك بالصحراء وتلوت الاشياء اللي بدك اياها كسرهم وموت برجعوك على مخيمك، هاي الفكره حلوه. اخيرا لقيت الكهف الصحراء، كهف الصحراء شايفينه؟ هاي مكانه، ممكن تستفيدوا من الموقع شايفين؟ هاي الموقع وهي الارتفاع، ممكن لو تيجي على نفس الرقم هات تلاقوا حالكم هون، ما بعرف اذا نفس الكهف بيكون عندكم، ممكن رسبن هون، ممكن هون، بيختلف. علامة الخريطة بتحطها بقريتك، أي شيء بتستكشفه بضله محفوظ عندك على الخريطة. نشوف كهف اللافا، أيوه، أيوه بالأزرق. شايف مشروب؟ بعطيك 10 دقايق، أتوقع ما تتدمج، أو ممكن تتدمج بس تقاوم الحرارة. لا نتدمج. فجروا بعض، بدنا نسوي سرير هون عشان لما نموت الرسم من جنبه. لا بتكسر، انا معي سلاح الازرق، بتكون سلاح هذا ضروري، فاس العادي الازرق. وسبج بنحوله للوح سبجي عن طريق اله معينه بتكسر المعادن. لا بدنا الماده الثانيه، كله بالفاس الازرق. الماده الثانيه اللي هي ياقوت خام كمان بدنا اياها. ما بنحتاجها لتطوير الاله بس اكيد راح نحتاجها. اهم شيء تركزوا يا شباب على هاي الماده. هذا الصخر اللي اسمه سبج. جمعوا كمية كويسة منه. طبعا شباب هاي المادة اللي بدنا اياها كمان الصفرة، صعبة جدا تجيبها، بده يكون معك خشب راح البت. بده يكون معك خشب عشان تبني دراج وتجيب المادة هاي، مهمة جدا. ثلاث مواد لحد الان جبناها، واحدة بيربل بنفسجي، واحدة حمراء، وهي الصفرة تعطينا نواة لامعة مهمة. ظن نحاس مش عارف كيف نجيبها نحاس. لقينا مادة شباب مش عارف شو هاي، معقول نحاس؟ خلينا نشوف. يب نحاس، شوف يب هذا هو النحاس شباب، لونه برتقالي على اصفر. والله يا شباب فضينا الكهف تقريبا، النحاس والاصفر هذا والماده البنفسجيه والماده الورديه كمان كله مع صالح حطيته، بس اهم شيء النحاس كثر منه نحاس. بدنا سبيكه نحاس، يعني النحاس يحوله لسبيكه 15
والسبج نحوله للوح سبجي 25 وبدنا قشرة الوحشيين. قشرة الوحشيين وريتكم بداية المقطع اني ذبحت الوحش بس كان رملي. شو كان نوعه؟ رملي. اعطاني هاي القشرة. لا انت بدك الوحش الاضعف منه، بعطيك قشرة الوحشيين العاديين مش الرملية. طبعا الوحش هذا بتلقاه حواليك باي مكان حواليك بالمدينة يعني عند العشب. بدنا نصنع هاي الآلة، بتكون فتحت عندك مصهر المعدن او مصهر المعدن. هاي بتصهر المعادن. 15 نواة لامعة جمعناها من الكهف و 35 لوح سبجي ونواة ناسفة. النواة الناسفة كم واحدة معنا منها؟ واحدة للأسف. طيب في اشي مهم من سناي يا شباب، اللي هو الذرة الناسفة. شايفينه هذا؟ هو هذا فجر حاله، هو قنبل مؤقتة. نسيت وين ذبحني البوت. هاي واحد ثاني، طلع واحد ثاني بداله. اخريته يتفجر. هاي يتفجر. صار معنا أربعة أتوقع، في واحد الأول تفجر، خلنا ناخذها منه. كل كهف ممكن يطلع لك وحشين يعطيك النواة الناسفة. طيب الآن جبنا النواة الناسفة، قلت لكم كل كهف بعطيك نواتين، أنا بطلع لك بكل كهف وحشين. فوت أول مرة بطلع لك وحش، تاخذ منه واحدة، رد اطلع ورجع فوت على الكهف بعطيك الثانية. بعدها بدك كهف صحراوي ثاني. طيب بعد ما جهزنا الصخور والنواة الناسفة بدنا نبني هاي الآلة. ما بنقدر نبنيها إلا بالنواة الناسفة واللوح السبجي وهكذا. والنواة لا معنا جاهزة. بس خلينا نحول الواح سبجية. كم بدهم؟ 35 لوح عند آلة التحويل. هاي لوح سبجي فتح عندك 35. طيب من آلة الألواح بتسوي 35 أو تقريبا سوي 60 لوح سبجي. بيكون معك 60 سبج اللي هو هذا، وسوي منه 60 لوح سبجي، لأنه الآلة هاي بدها 35 وتطوير الإبك بدها 25، فبدك 60. فالآن نصنع الآلة، حطها داخل، حطيناها تحت عشان المطر. بقول لك النحاس اللي سبيكة نحاس، كم بدنا واحدة؟ بدنا 15 سبيكة. بنعمل 15 سبيكة نحاس. هاي الوصفة. بطلب منك نحاس ونواة لامعة، جمعناها من الكهف نفسه. هاي 15 هون. طيب الآن سوينا سبايك النحاس 15 وحدة. حلو، فتحوا لنا جلايدر. جرابلر. راح نسوي جرابلر في المقطع القادم. 15 سبيكة نحاس، 25 لوح سي بي جي سويناهم. أيوه إبك. أخيراً طاولة الطرقة إبك. راح تفتح لنا الآن أسلحة الإبك. شايفين؟ ملحمي إبك. هاي كلها راح نستخدمها في أسر غابة هذا بتكسير الأشياء الموجودة بالكهف، لكن الثلجي، كهف الثلجي ما بتقدر تكسر إلا بأشياء لبك. سيف طويل أزرق وقوس أزرق، هذول راح يفيدونا بالأماكن الثلجية لأنها صعبة. الخطاف اللي هو جرابلر معي مكوناته. الآن مغامرتنا القادمة والمقطع القادم راح يكون في المنطقة الثلجية، وأنا بالعمادة عاملها قبالي لأن هي أصعب منطقة. وهم إشي فتحوا لنا صندوق شباب بسع 24 عنصر وهذا بسع 20 عنصر. كيف نسوي جرابلر اللي هو الخطاف؟ فالآن بجمع الموارد وبعمل الخطاف. هاي الآلة بنعمل عندها 3 سبايك نحاس، أي 3 عن طريق النحاس العادي والنواة اللامعة. وبده كمان 10 حبال عند عجلة الدوارة. الحبل الأول نعطيه جذوع، بنعمل 10 حبال. عملنا 3 سبايك و10 حبال. الخطاف أين أنت؟ مسحوق ناسف جبنا لو كان معاي، بتجيبه من الكهوف أو من الصناديق. هذا مسحوق ناسف. سوينا جرابلر، هذا هو بتحطه عند المعدات. لا تحطه بين أسلحتك. وين بنحطها؟ بنحط مع الأسلحة، شايفينه؟ بس في 10 ما بدمجني إلا إذا لمست الشجرة وطحت مرة واحدة يعني. شايفين كيف؟ زي فورتنايت. طبعا بجرب هاي الحركة شباب لأنه جرابلر بيكون فيه 10، بعد العشرة ممكن بتكسر وبيخرب. ممكن لو حطيناه بالصندوق وعملنا الحركة هاي تحط فيه أسلحتك المدمجة وكسرت الصندوق برجعوها فل. هل ممكن الخطاف رجعوه فل؟ 10 يكون يعني؟ خلينا نشوف. زبطت! يعني احنا عملنا الان خطاف لنهائي. لا تخليه يصير صفر، اذا صار صفر بروح منك. فلما يصير فيه 2 و1 سوي صندوق صغير وحط الخطاف داخله وكسره وبرجع معك بفول. فالحركة مفيدة. استخدم الجرابلر، تفتح جلايدر، توديك مسافة بعيدة. وين مخيمي صار انا؟ هذاك مخيم. اذا استمتعتوا بهذا المقطع اكتبوا لي بالتعليقات شو في اشياء حابين اعملها. اهم شيء لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. لا تنسى كود الشوب وايزد ودي. مع السلامة.